وينضم إلينا عبر السكايب من حلب الناشط الإعلامي ياسين أبو رائد. أهلا بك. يعني بعد التقدم الكبير الذي أحرزه ثوار أمس على جبهة المخابرات الجوية، هل من جديد اليوم على هذه الجبهة؟ نعم طبعا، اليوم أعلن النظام بنفسه أن الثوار طبعا استطاعوا قتل مدير مكتب رئيس فرع المخابرات الجوية آصف حوراني الملقب بأبو يعرب. طبعا آصف حوراني هو معروف جيدا لدى أهالي مدينة حلب، وبالتحديد طبعا مناطق العائلات التي لديها أسرى في فرع المخابرات الجوية. طبعا فرع المخابرات الجوية وآصف حوراني بالتحديد هو طبعا مسؤول عن كثير من الإعدامات الميدانية مع شبيح، مع أحد الشبيحة الذي يدعى طبعا محمد الديري في منطقة فرع المخابرات الجوية. كان هناك المئات من الشبان ممن تم تصفيتهم في فرع المخابرات الجوية وتم دفنهم في حي جمعية الزهراء بالتحديد، ومنهم من رمتهم طبعا فرع المخابرات الجوية في مناطق متفرقة من حي جمعية الزهراء وأيضا طريق المحلق وطبعا مناطق مهجورة في حي الخالدية. كل تلك المناطق تشهد على دموية هذا الفرع وعلى دموية اليوم الذي قتل مدير مكتب آصف حوراني. بالنسبة لمبنى عظم الذي تمت السيطرة عليه، هو يقع شمال المخابرات الجوية. استطاع الثوار قتل وجرح العديد من عناصر النظام السيطرة عليه، تعد طبعا سيطرة على الساتر الرئيسي للفرع. الآن الثوار أصبحوا على أسوار المخابرات الجوية تماما، من الجهتين يستطيعون الهجوم في هذه اللحظات، ولكن هناك تكتيك وهناك أيضا سياسة عسكرية تتبع غرفة عمليات أهل الشام بالنسبة لمعركة المخابرات الجوية، لأن المعركة ليست معركة طبعا فرع، هي معركة جبهة كاملة، وهناك طبعا تقدم في أكثر من محور في تلك المنطقة. أضيف على ذلك أن عدد الشهداء الذين طبعا استشهدوا بالأمس في بلدة كفر حمراء وصل إلى 15 شهيدا بسبب سقوط الصاروخ الفراغي من الطيران الحربي على السوق الرئيسي في مدينة كفر حمراء. هناك شهداء رأيتهم بأم عيني، طبعا كانت أطفال ونساء تحترق في الشوارع، كان هناك ميكروباص يحوي على نازحين أيضا يحترق، كانت هناك سيارات ومحلات تجارية احترقت بسبب قصف الطيران الحربي على السوق الرئيسي في بلدة كفر حمراء، بالإضافة إلى ذلك إلى قصف دار عزة ومارع وأحياء كثيرة من مدينة حلب مثل اليوم دوار بعيدين ومناطق أخرى. القصف طبعا بالنسبة لمدينة حلب، القصف أصبح شيء روتيني يوميا، الشهداء بالعشرات، الجرحى بالمئات، المناطق التي تقصف بالعشرات. يعني موضوع القصف أصبح من الطيران الحربي والمروحي أصبح أمرا من الساعة الثامنة صباحا حتى اليوم التالي، هناك قصف متكرر على مدينة حلب. نعم، إذن كان معنا عبر سكايب من حلب الناشط الإعلامي ياسين أبو رائد، شكرا لك.